مصلحة سلام زغرتا، العرضية دخلت خطيرة بالراس، خد الجول، جول خطيرة. شوفوا الركنية، شوفوا الرأسية بالشباك الأنصارية بالقلعة الخضراء للبيروتية داخل الشباك من زغرتا ومن قلب ركنية لسلام زغرتا بتوصل على رأسه للمدافع الأوروبياني إبراهيم دياز، انتفح التسجيل لأصحاب الأرض والجول. حاجة لهدف، شوف ربيع عطايا بيمر بينطلق، ربيع عطايا المهارة من الناحية القديمة بيلعب العرضية، ما في تلعب العرضية. بتقدم الرسنج 1-0 بالشوط الثاني، ركلة حرة للسلام، رأسية الأوروغوياني دياز. نقاط ثلاثة بهالمباراة بتطلع الشمالية حاليا، كل جمهور النجمة بيأمل بحسب المباراة. ركلة حرة للسلام، رأسية جديدة من دياز، وسانتينا عم يمنع أصحاب الأرض والجمهور من الخروج. هل بمقدور السلام زغرتا يعمل الأمر أم أن الكرات المتحركة العرضية بمنتهى الخطورة داخل منطقة الجزاء ضربوا خط الدفاع؟ موجودة مع أكوكو بالوقت أيضا مع الأنصار مجددا. الكرة الأمامية ربيع عطيت مرة الكرة الأمامية بعد ما تقدم كثير بالشوط الثاني، الشوط الاول كان عم يتقدم اكثر من الطرف الايمن. الدور اللي عم يلعبه مهدي خليل بوصل كرته لعند حسن عزيمي، بمر حسن عزيمي العرضيه لداخل منطقه الجزاء، الكره مقطوعه عن طريق محمد حيدر، بمر محمد حيدر بيلعب تمريره للامام. بتحسه عم بتاخر ايدي شحاده، مثل ما قلنا هيدا اول مواسمه بدوري كره القدم. الكره محاوله تماما من راؤول تركوان، رح يتمكن من صنع الخطه، شو اللي عادي هذه اللي كنا اعتبرنا عمر حسين. عمر زين الدين مفترض كان يكون بهالمباراة فعلا، عم تستقبل السلام لعمر زين الدين وتم الغلط. الكرة حاليا بالهجم المرتد، انطلاق الفريق الصفاوي، التدخل باللحظة بالخواتيم. هل النجم رح يقدر يحصد النقاط كاملة او انه الفريقين رح يخرجوا حبايب بلقاء اليوم؟ هذه كرة طويلة الامامية ايضا مع لا عنده حلول مهاري، ربيع عطايا بتقدم بالكرة، بيحاول يمر الكرة الامامية، ممكن نلحق بالكرة محمد عطوي، انه الكرة تنقطع من امامه. هل الكرة خرجت او قدم انه تهز الشباك؟ وهيدا الامر اللي كان عم يعمله ما مدوه بالكره الاخيره. واحد اذا العهد السلام بروح الدقيق، بيلعب الكره عابره للناحيه الاخرى، الناحيه اليمنى، احمد زريق، زريق عم يعمل الكنترول الشوط الاول. هيدا امر واضح بالمباراه، الكره زين الدين بيلعبها داخل البطه الراسيه، رأسيته لافيتو يعني عم بيقدم مباراة كتير كبيرة لحد اللحظات. عقله فريق العهد بالاستحقاق الاسي، وهيدا سؤال صعب الإجابة عنه، إنما سؤال بيطرح هل إمكانية تبديل ما بين الذهاب والإياب ممكن يكون بكير على الحكي؟ إنما لا سريع حاليا للعهد من الناحية اليمنى، أحمد زريق اللاعب المهاري بمواجهة خاصة مع فيدو كافي، الكرة إلى خارج أرض الملعب. عم نشوف بالإعادة أحمد زريق بمواجهة فيدو كافي اللي عم يتدخل لاش المرتد ديموني على راس موني، لعب الكرة أمامية مع مهدود رامير خطير، ممكن اللاعب السنغالي يحاول المرور معه، مين معه؟ فيدوكا. 10-10 اللاعب الأوروغوياني، فيدوكا عم بينقض السابق أيضا دينيس، انطلاقة عهدوية عن طريق موني الموسم الماضي على هالملعب تحديدا عندما كان يلعب مع فريق السلام زغرتا. الكرة حاليا عم تنقطع، فيدوكا اللاعب الأوروغوياني عم يقطع وسط الملعب، يمكن لعرقلة لاعبين الأنصار فرملتهم بوسط الملعب. الكرة اللي عند ربيع عطايا، ربيع عطايا بيحاول المرور ما بينجح، ربيع عطايا الكرة إلى قابلة عند ربيع عطايا، ربيع بيحاول يمر بمهاراته، بيتقدم ربيع عطايا، بيحاول يمر، ممكن يدخل ربيع عطايا ويشكل خطورة، دخل ربيع عطايا إنما ما شكل الخطورة. عمر الحسين إنما تدخل محمد عدوي، مش
الكرة الأمامية باتجاه لوكاس جالان. لوكاس جالان بيحاول يمر يحصل على الكرة إنما بخطأ. وعلى فكرة هذا الأمر موجود بالشهر المقابل، الحماس الكبيرة الكبيرة موجودة عندي عند السلام زغرتا. أنا أصبحت الكرة لوكاس جالان كان هناك خطورة. أيضا لوكاس جالان داخل منطقة الجزاء، الدفاع الزغرتاوي بالوقت أيضا زيادة عددية هجومية. يا سلام على الأنصار بالكرة، حمزة عبود العرضية داخل المنطقة بيرتاح. أيضا جمال طه وأعصابه بها المغربي بحاجة الفوز بغياب السلام زغرتا بالعام الماضي بها الملعب تحديدا، وبوقتها كان فاز السلام زغرتا 2-1. أيضا كان سجل على ملعب بيروت البلدي بمباراة السلام والأنصار، ولكن مجددا عم بيوقفوا على الكرة الأنصارية. كرة طويلة، هذا لوكاس جالان خطير بالمنطقة. لوكاس مازال الدربة داخل المنطقة، خبرات قدر يعادل النتيجة بالوقت. أيضا الأنصار عم يأخذ تقل كبير. محمد عطوي بيحاول يمر بتقطع كرته بتعود الكرة لمصلحة الأنصار مجددا مع المدرب العراقي الكبير عدنان حمد. تمريرة على الناحية اليمنى، الكنترول ممكن العرضية داخل المنطقة وعم تنقطع من راس المشي ده الموسم. الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء الرأسية زغرتاوية عم تنقطع. هذا اللي بيصير، عم بتطير على الكرة. السبليني بيمر بينطلق خطير، السبليني بيلعب العرضية ولكن في دوكا لعند عباس عطوي ولعند تمريرة بلش ثنائية خطير النجمة مغربي خطير العرضية داخل المنطقة ممكن الخطورة. مغربي بعيد الكرة الخلفية، ممكن الكرة الأمامية من عباس عطوي العرضية داخل منطقة الجزاء إنما الكرة بتنقطع. العدد كبير من الأهداف شهدتها المرحلة الرابعة، على أمل أنه هالمرحلة تشهد أهداف عديدة هناك. طبعاً إذا طرب الشرطة السوري بمرور بالكويت تحديداً مع النصر الكويتي، هذه كرة بتنقطع بتعود الهجمة المرتدة. مصغرة كرة الصليط وبالتالي خد شوية وقت ليتأقلم مع كرة القدم. كرة القدم الحقيقية الحال اللاعبين عم تنتهي لمصلحة النجمة. كارل ماركس طالب ينطلق بيروح هلا يضع الكرة. كارل ماركس الشمس كنترول، الشمس بيلعب الكرة أمامية مقطوعة من دفاع السلام زغرتا. كارل ماركس طالب يخطف الكرة بينطلق. يهم الأنصار خسارة النجمة الغريم التقليدي. طبعا النجمة كان هزم الأنصار بين النجموية. أكرم مغربي موجود داخل منطقة الجزاء متحفز، الكرة تتنفذ لعند أكرم مغربي. إنما التبديل كان بمحله محمد بن القباوي، صدر حكمه القاضي بمباراة اليوم. بتطلع بين الثاني أهدافه بالبطولة إلى حد هالوقت لمامادو بعد ما سجل أول أهدافه بمرمى الغازية. هل أحمد زريق؟ زريق بيخلص الكرة، بيلعب كرة باتجاه مامادو. المباراة بتشكيلته محمد حمود بحراسة المرمى، بخط الدفاع حسين دقيق، عباس كنعان، خليل خميس، حسين الزين، بخط الوسط دينيس هيثم فعور مع الكرة العرضية لداخل بيقوم بواجباته على أكمل وجه بهالمباراة. أحمد الزرق المتحرك للناحية اليمنى، حسين زين فيديكا بالواجبات الدفاعية وأيضا بواجبات الهجومية عم بيشارك بالسلام تسريع إيقاع اللعب أكثر مثل ما بدأوا. الدقايق الأولى بالشوط الثاني الكرة طويلة، بيلعب كرة باتجاه حسين دقيق المنطلق، بيلعب كرة عرضية لداخل منطقة الجزاء. أغلبية الكرة نور منصور حاليا من لمسة قائد الصف أمامية على البابا بمواجهة خاصة مع فيدو كايبرن الميز دياز اللاعب الأوروغوياني بأي طريقة بأي خبرة وبأي كرة أمامية عم تنقطع من أحمد جلول والتشتيت للأمام لعلاء البابا. الصراع الهوائي عم بيحسمه مجددا فيدو كا بينطلق لعب البوليسيين مع رمي التماس نجموية. أيضا الكرة الخلفية بتنقطع من دفاعات زغرتاوية. طب بربيع الكافي هيدي مطلوبة لحارس المرمى الملعب، هيدي كرة أمامية باتجاهه لعمر زين الدين. تدخل عم بيكون محمد حمود، ما بتوصل الكرة عند محمد جعفر، بتوصل لعند الدفاعات الزغرتاوية النجموية. تقدم 1-0 مع محمد جعفر بيلعب كرة طبيعية.